السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم متابعينا ومستمعينا أينما تواجدتم بكل خير وحب عبر قناتكم وإذاعتكم الدائمة أمواج الرياضية على التردد 99.1 FM وكذلك القناة يوتشاف 671 في حلقة جديدة من برنامج يوميات أنا توجيهي على قناتكم وشاشتكم الصغيرة أمواج الرياضية مع رفقة الأستاذ الفاضل أبو فادي هشام سالم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك وبالمستمعين وطلبتنا أبناء الثانوية العامة في هذا اللقاء الذي نرجو جميعا أن يستفيدوا منه من خلال نعم إطلالة سريعة على كتاب الفيزياء هذا العام. وبداية اسمح لي أن أتقدم بالشكر لراعي هذه الحلقات التي عملت على مر الأيام وفترة الامتحانات لرفع وشحن طلبتنا في قطاعنا الحبيب من أجل المساعدة في تقديم امتحاناتهم بداية بجامعة فلسطين الإخوة العاملين في جامعة فلسطين لهم جزيل الشكر بالهيئة الإدارية نعم. لإذاعة أمواج رياضية مشكورين بتبنيهم لهذا البرنامج برنامج أنا توجيه. حياك الله أستاذ هشام سالم، طبعا وأنت والد وفاضل ومربي معروف على مستوى قطاع غزة في مادة الفيزياء. احنا إن شاء الله على بركة الله نبدأ وإياك في هذه الإطلالة ومراجعة سريعة للمادة بالشكل المهني والمعروف لدى الطلاب، نحكي عن الورقة وآلية الامتحان والكتاب الوزاري وبعد ذلك الأسئلة بشكل عام من أعوام سابقة ومنهج سابق. بداية أحاول أتكلم معاكم اليوم في مراجعة لمبحث الفيزياء خاص بالجلسة تبعت يوم السبت 13/6/2015. في البداية أحب أن أتكلم عن الورقة الامتحانية. نعم. الورقة الامتحانية قسمين، القسم الأول يتكون من 4 أسئلة على الطالب أن يجيب نعم عليها إجباريا. السؤال الأول عبارة عن اختيار من متعدد نعم 10 جمل، جملتين من الوحدة الأولى، جملتين من الوحدة الثانية، نعم أيضا 3 جمل من الوحدة الثالثة وثلاث جمل من الوحدة الرابعة، أيضا عليها 15 درجة. السؤال الثاني والثالث والرابع، السؤال الثاني والثالث والرابع نعم كل منها ب25 درجة. السؤال الأول الثاني والثالث والرابع ألف باء جيم، ألف هيكون علل نعم بعد التعليل أو عرف أو قارن. لو قلنا علل أو ما المقصود به 4 جمل من كل الكتاب نعم ب8 درجات، علل 4 تعليلات من كل الكتاب يعني من الوحدة الأولى واحدة، ممكن واحدة من الثانية واحدة من الثانية الثالثة واحدة من الرابعة وكذلك بالنسبة للتعريفات أو ما المقصود. نعم. يتبقى في كل سؤال جزئين، الجزئين هدول مسألتين حسابيات. أيضا القسم الخامس، القسم الثاني سؤال 5 و6 حيكون في عبارة عن مسألتين حسابيتين أو مسألة وإثبات كل منها ب5 درجات. نعم. حيكون عندي 90 درجة إجباري و10 اختياري. النقطة الثانية اللي بدي أحب أحكي فيها، تفضل. الامتحان على الصورة التالية غدا أو يوم السبت. يوم السبت إن شاء الله. سؤال الأول اختياري، الاختيار من متعدد، بعد ذلك ألف ممكن يكون علل في السؤال الثاني، في السؤال الثالث حيكون ما المقصود علل، نعم. في السؤال الرابع ممكن قارن أو أذكر،
عندي مسألتين حسابيات مداهن في الدرجات من 15 ل 17 درجة. في السؤال الثاني والثالث والرابع. جميل. السؤال الخامس مسألة أو إثبات. وبا مسألة وعليها كل فرع يا 4 و6 يا 5 و5. اللي بعض نعم. الملاحظات أثناء أداء الطالب للامتحان. أولا يجب قراءة ورقة الأسئلة بهدوء. اثنين أن يبتعد عن التوتر والعصبية. نعم. ثلاثة يبدأ بالسؤال الذي يرتئيه لنفسه سهلا عشان يعطيه دافعية للأمام. نعم. أيضا عند حل المسائل الحسابية لابد من استخراج البيانات على ناحية وتحويلها من كلام إلى رموز هم عارفينها أكثر مني ومنك. نعم. ويبدأ في وضع القوانين اللازمة لحل السؤال. نعم. نصيحتي تفضل. أن يبقى السؤال لاختيار من متعدد للنهاية. بإذن الله الوقت سيكفي. لو أخذنا على سبيل المثال 2 و3 و4 كل سؤال عليه إله نص ساعة. هيتبقى ساعة. نعم. 20 دقيقة للسؤال تبع الاختياري. وعشرين دقيقة لسؤال اختيار من متعدد. يتبقى معاه 20 دقيقة يراجع الورقة الامتحانية. بالضبط. هاي واحد. إلى جانب بيكون كل المعلومات طلعت معه. بالتأكيد. بيكون وصل إلى النهاية. نعم. أيضا أنا اليوم. تفضل. ولمساعدتكم بالنسبة للكتاب المدرسي. كله مطلوب. من الجلد للجلد. أنا من الناس نعم. اللي بتقول إنه الكتاب أبو 202 صفحة. في الوحدة الأولى نعم من صفحة 3 لصفحة 33 وعلى هذا الأساس عدد درجاتها في النهائي لا يزيد عن 17 إلى 18 درجة. نعم. اثنين طبيعة الأسئلة مسألتين حسابية تنتين اختيار من متعدد واحدة فقط حلل أو عرف. هاي كل مكونات الوحدة الأولى. الوحدة الثانية مكوناتها واللي بتبدأ من صفحة 35 وبتخلص صفحة 71 عليها في النهائي من 18 ل 22 درجة من المية بالعنين. نعم نعم. وبالتالي طبيعة الأسئلة مسألتين حسابية. أيضا اثنين اختيار من متعدد حيكون عندي يا حلل يا عطف يا قمل. 5 درجات ومسألتين ب14 درجة هي 19 درجة. نعم. الوحدة الثالثة لها نصيب الأسد. تبدأ من صفحة 73 وتنتهي 129 مقسمة إلى 3 فصول عليها 3 مسائل حسابية. هاي واحدة. اثنين 3 جمل اختيار من متعدد بالإضافة لذلك 2 علل و1 عرف أو العكس. أيضا ممكن مقارنات فيها 5 أجهزة وال5 أجهزة كل جهاز النظرية عمل له الغرض منه له بعض التحليلات اللي بتتواكب عملي عمله وشرحه المبسط. وبالتالي هذه موضع أسئلة بالنسبة للأجهزة الخمسة. نعم. إذا حيكون عدد الدرجات من 32 درجة ل 36 درجة. لو انتقلنا أيضا إلى الوحدة الرابعة وللأسف الشديد كان الطالب لأنه كرفتت هذه الوحدة
بحجة إنهم في الأول معلمين الأشاوس أعطوا كم كبير، نعم، وظل الطالب في بدأت حالة التوتر عنده زيب. أنا بأطمن إنه الوحدة الأخيرة وحدة سهلة جدا، ما فيها أي ربا، أسئلتها مباشرة من الكتاب المدرسي، نعم، بتغيير أرقام عليها من 26 ل 30 درجة، ثلاث جمل اختيار من متعدد، تنتين عرف وواحدة علل أو العكس، هي 10 درجات، نعم، بضل 16 درجة. مسألتين حسابيات، بعد المسألتين ممكن يجيني اذكر فروض، عرف، اشرح، شغلات من هيك نوع. جميل جدا. طيب انا الان عشان ما ياخذناش الوقت ونستفيد بالدرجه الاولى، نعم، التعريفات كلها في الكتاب، هذه واحده مش معقول يجيب لي اربع تعريفات واحده مش موجوده عندي. يلا اثنين عفوا، التعريفات اللي موجوده، نعم تفضل، عددها كبير. في عندي مثلا الوحدة الأولى فيها معامل التردد، في عندي نظرية الدفع وكمية التحرك، تعريف التصادم المرن والتصادم الغير مرن، معامل التردد. شباب ديروا بالكم، لو طلب تعريف معامل التردد، لو بدي أعرفه كجسم واحد بقول هو النسبة بين سرعة الجسم بعد التصادم إلى سرعته قبل التصادم. اثنين، لو بدي أعرفه بالطريقة جسمين بقول السرعة النسبية للجسمين بعد التصادم إلى السرعة النسبية للجسمين قبل التصادم. أيضا الوحدة الثانية، دي خد بالك من قانون جول، من الدرجة الحرجة، من قانون أوم، فرط الموصلية، أيضا الهبوط في الجهد، نص قانون كيرشوف الأول والثاني، نص قانون كيرشوف الأول والثاني، نص القانون الأولاني. عند أي نقطة لابد أن تكون مجموع التيارات الداخلة يساوي مجموع التيارات الخارجة. أيضا بالنسبة لي تعريف القوة الدافعة الكهربية ممكن تيجيني شغلتين، يا تعريف يا ما المقصود بقولنا أن، نعم، القوة الدافعة الكهربية هو الشغل المبذول الذي تبذله البطارية، نعم، في نقل وحدة الشحنات الموجبة من القطب السالب إلى القطب موجب داخل البطارية. طبعا لو قال لي ما المقصود بقولنا أن القوة الدافعة الكهربية لبطارية 24 فولت، بقول الشغل المبذول لنقل شحنة 1 كولوم من القطب السالب إلى القطب الموجب داخل البطارية، نعم، يساوي 24 جول. الهبوط في الجهد، شباب تأخذ في عين الاعتبار إنه هو الفرق بين القوة الدافعة الكهربية، يعني قراءة الفولت متر والدارة مفتوحة، ناقص قراءة الفولت متر والدارة مغلقة. نعم. قاف د ناقص جيم هي الهبوط في الجهد، ومنها بنقدر نقول التاء. ميم الدال هي الهبوط في الجهد، حتساوي قاف د ناقص الجيم. نعم. عشان ما بعد ذلك لو انتقلنا إلى الوحدة الثالثة، نأخذ بالنا من خط المجال المغناطيسي في التعريفات. في التعريفات، نعم، قانون أمبير، شدة المجال المغناطيسي عند نقطة، نعم، وهي ممكن تكون موضع ما المقصود بقولنا أن. أيضا الإزدواج، بعد ذلك لازم أميز بين الأمبير وقانون أمبير. في قانون أمبير لحساب شدة المجال المغناطيسي، نعم، في مسار دائري، نعم، وفي الأمبير اللي هو وحدة شدة التيار اللي بتمر في سلكين طويلين متوازيين
المسافة بينهما في الهواء 1 متر، إذا تولدت بينهما قوة متبادلة لكل وحدة طول تساوي 2 × 10^7 نيوتن. نعم، يعني أنا يميز بين قانون أمبير وأمبير. رقم 2 بدي يكون الطالب ملم بقصة تقسيم المواد البارة والضاية والفيرو وسبب التقسيم والتسميات وأمثلة عليها وأثر شدة المجال المغناطيسي الخارجي على كل قطعة من القطع الثلاث. نعم، هذا اللي موجود في صفحة في الكتاب في صفحة 103. نعم، و104 ياخد بالها من المواد والمغناطيسية اللي موجودة. جميل. 2 الفصل الثالث ناخد بالنا من قانون فاراداي الحث الذاتي. نعم، الهنري والحث المتبادل، ملف مر فيه تيار، الملف الثاني تولد فيه تيار. نعم، الحد المتبادل، كفاءة المحول، الوحدة الأخيرة. تعريفات كثيرة بس بدي أركز فيها على 3-4 شغلات. في الظاهرة الكهروضوئية أخذ جهد القطع وتردد العتبة واقتران الشرود لسطح الفلز. إذا فهمت هدول بفهم الظاهرة، بقدر أحل مسائل الظاهرة. 2 في كبشة قوانين لرايلي وجينز و في رايلي وجينز في دي برولين وفي شرودينجر وهايزنبرغ. هذول الأربعة، في 4 قوانين أكون أعرفهم أقدر أفسر منحنى إشعاع الجسم الساخن وتفسير بلانك لعملية نقصان الطاقة على الجانبين. نعم، اللي كان أساس نظرية الكم اللي وضعها بلانك وقلبت العلم من علم قديم إلى علم حديث. 2 نعم، بننتقل بعد ذلك إلى أي عنصر يرمز له بالرمز X زد A. الزد عدد البروتونات أو العدد الذري، والA العدد الكتلي مجموع عدد البروتونات والنيترونات. نعم، داخل النواة. في عندنا حجم النواة، بعد حجم النواة موجود عندنا كمان نعم، يعني في بعض التعريفات كمان معنا على الشاشة مثل تيار الإشباع أو التشبع وسلسلة ليمان، هذه وسلسلة بالما حكيت فيها. حاولت أني أضع الطالب في بعض الشغلات اللي تفيده في هذا الجزء. بعد ذلك بدي أخذ الانشطار النووي والانشطار النووي والانشطار والتفاعل النووي والاندماج النووي والتفاعل المتسلسل. ممكن ألاقي واحدة منهم في التعريفات. نعم، أو يدور حواليها بعض الشغلات. هاي بالنسبة للتعريفات. نعم نعم، نطول فيها. مش مشكلة، يعني كتير من التعريفات وجميلة وواضحة معنا الشاشة، هي الانشطار النووي، التفاعل النووي والسلاسل المحفزة، محفزة والتفاعل المتسلسل. أي التعريفات يعني بسيطة وسهلة، وأكيد الطالب يعني اليوم أصبح جاهز لتعرفها مباشر على الهواء لأنه جاهز للامتحان أكيد، ولكن إحنا بنذكره بيها. بنذكر تذكير الجزء الثاني، جزئية التعليلات. التعليلات عبارة عن 4 تعليلات من كل الكتاب. نعم، مع أن مدرسين يعني ممكن من التعريف كمان يطلع تعليل. ممكن. نعم، التعليل بيناقش ظاهرة معينة أساسه بيرجع للتعريف. نعم، طيب الآن في عندي السبطنات اللي هم وسير المدافع والبنادق ذات المدى الكبير تكون طويلة. سبطانة المسدس تختلف عن البندقية، تختلف عن المدفعية. لحد
هاي بتعمل زيادة الزمن التي تبقى به القذيفة داخل السبطانة. نعم. تعطيها كمية تحرك أكبر. وبالتالي بتخرج بمسافات بسرعات كبيرة لتصل لمسافات أبعد. أطول. نعم. أو أبعد. اثنين. لو أخذنا رفع درجة حرارة المقاومة. نعم. رفع درجة حرارة المقاومة. سوف يزيد مقاومية المواد. هاي ليش؟ لأنه أنا لما برفع درجة الحرارة تزداد سعة الاهتزاز، وإذا زادت سعة الاهتزاز نعم عندئذ التصادم يزداد، تقل التوصيلية فتزداد المقاومية. نعم. تمام. اثنين، في عندي مجموعة تعليلات تانية في البيت. ليش؟ الأجهزة الكهربية توصل على نعم. التوازي. أها. في ثلاث أسباب. نعم. عشان ما تقطعش الكهرباء في الغرفة الثانية. هذا واحد. اثنين، كل الأجهزة مكتوب عليها 220 فولت. أها. ثلاثة، تكون كمية الطاقة المسحوبة داخل المنزل صغيرة، بتكون التكاليف أقل. بعد ذلك لو تكلمنا عن مقدار شدة المجال المغناطيسي خارج ملف حلزوني صغير بالمقارنة مع شدة المجال المغناطيسي داخله. نعم. داخل خارج المغناطيس غين، هي عند نقطة في الخارج هي مجموع دلتا غين من جميع اللفات. وعلى هذا الأساس نعم بنقدر نقول انه دلتا غين لانه متعاكسة محصلتها صغيرة، لكن داخل الملف دلتا غين من كل اللفات في نفس الاتجاه محصلتها كبيرة. نعم. ناخذ بالنا كمان من عدم وجود محول كفاءته 100%. لو جاي من اليابان وشبكناه ما نقولش الشبكة اللي عندنا خربت المحول، المحول جاي الترانس جاي. نعم. على أساس إنه في كمية طاقة تستنفذ، جزء في الأسلاك، جزء في القلب من التيارات الدوامية، جزء كطاقة ميكانيكية، وجزء نتيجة تسرب خطوط المجال. الآن لو تكلمنا عن اختلاف نصف قطر مدار الانحراف لجسيمات ألفا وبيتا عند دخولها مجال مغناطيسي منتظم. نعم. كتلة ألفا تختلف عن بيتا. ألفا أنوية هيليوم، وبيتا عبارة عن إلكترون. وبالتالي الكتل اختلفت، ولاختلاف الكتل يحدث اختلاف في نصف قطر المدار. نعم. مش هنطول كثير. هم في عندي اتصال. عندك اتصال على الهواء. ما فيش مشكلة، خلينا ناخذ هذا الفاصل أستاذ سامر، ونرجع بعد اتصال الأستاذ هشام سالم. ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا، مع أنه حطوا السلامات بس مش عارف شو المشكلة. بعد هذا
وأهلا بكم من جديد عبر قناتكم المفضلة قناة وإذاعة أمواج الرياضية مع الأستاذ هشام سالم مدرس مادة الفيزياء. أهلا وسهلا بك من جديد. أهلا بك. يبدو أن حدا شافك على الهواء وبده نعم كل احترام لهم ولكل متابعيك. الآن بدي أنتقل لجزئية غير التعليلات. نعم. هأدخل على شريحة قدامي العوامل التي تتوقف عليها. نعم. ممكن يجيني العوامل التي تتوقف عليها المحادثة بين ملفين. ممكن في هذه الحالة. نعم. نصيحتي اكتب القانون ومن القانون استخرج العوامل. بالضبط. يعني ميو ح واحد اثنين ميو دوت نون واحد نون اثنين ألف على لام. إذن هنا حأقول الأبعاد الهندسية. حقول وجود قلب معدني. نعم. اثنين ثلاثة وجود عدد اللفات أربعة يضاف إلى ذلك المسافة ما بين الملفين. نعم. أيضا شدة المجال المغناطيسي عند مركز ملف دائري غين بيساوي ميو صفر تا نون على اثنين نق. نعم. نصف القطر شدة التيار عدد اللفات. نعم. لو أخذت القوة المغناطيسية المؤثرة على شحنة متحركة في مجال فورا حطلع قاف الغين. نعم. شين عين غين جيب الزاوية. إذا شحنة سرعة شدة مجال يضاف إلى ذلك الزاوية ما بين العين والغين. في الشريحة اللي وراها عندي. نعم. ما يقصد بكل مما يأتي. الآن في عندي قدامي في اللوحة 12 عبارة. ال 12 عبارة هذه من خلالها ممكن موزع على خلال المنهج. نعم. المدرسي عندي شدة المجال المغناطيسي عند نقطة نص تسلا معناها القوة التي يؤثر بها مجال مغناطيسي على شحنة واحد كولوم تتحرك عموديا عند النقطة بسرعة واحد متر لكل ثانية. نعم. يساوي نص نيوتن. مثلا لو لقيت كفاءة المحول 90% معنى ذلك القدرة الناتجة في الثانوي على القدرة المعطاة للابتدائي تساوي 90/100. يعني زي هيك مباشر سؤال حاطي ماذا يقصد بكل من مثلا كفاءة المحول تساوي 90%؟ على حسب فهمه اكتب. نعم. بتاخذ الدرجة وكل سؤال من بهذا الشكل بيكون عليه درجتين. كل جزئية من هذا النوع. نعم. ايضا في عندي في الشريحة الآن بدي أتكلم عن الأجهزة. نعم. 24 شريحة 24 26. نعم. 26 أسامر الشريحة 26 فيها الأجهزة هذا عبارة عن جدول. نعم. كويس. الجدول هذا في اسم الجهاز واستخدام استخدامه أو الغرض منه. بالضبط. نظرية عمله و قانونه. القانون. نعم. ممكن تلاقوه على صفحة هشام سالم. نعم. أو فيزياء 2014 بناخده بنحطه على صفحتنا إن شاء الله بالتعاون معك. ماشي الحال. هاي واحدة. اثنين كل جهاز إيش في عندي شغلات في ست أجهزة وأنا حكيت إنه الأجهزة هذه موضع أسئلة امتحانية في امتحان بيخلى منها من الست أجهزة هذول. الست أجهزة هذول. أه. بعد ذلك بيضل عندي قصة قصة الاستنتاجات. 27 استنتاجات. الاستنتاجات هذه في كم من الاستنتاج؟ نعم. كل سنة في عندي استنتاج واحد. وأحيانا بيجيبوه في الاختيار وأحيانا بيجي في المسألة وبدناش نقع في مطب الرياضيات. بدك تعتبر أن كل ما هو مطلوب أو ما أجا في امتحانات سابقة مطلوب مطلوب منك من الجلد للجلد. بالضبط. فيش شيء ما اجى وبده شيء يجي وما فيش واحد. نعم. بقول انا لي علاقه بالامتحان. هاي نصيحه خذوها من الاختيار الغلبان. الله يعطيك الصحه اخ ابو فادي. نعم. طيب. تفضل. الان في عندي اثبت ان جميع كثافه الانويه ثابته ولا تعتمد على مقدار عدد النيوكليونات. طيب ما هذا مثال اثنين صفحة 174 في الكتاب.
أيوة مثال كتابي وزاري مباشر وعامله كاستنتاج بالضبط. اثنين، مستخدما قانوني القوة المركزية وكمية التحرك الزاوية اثبت ان نصف قطر مدار الالكترون في ذرة الهيدروجين يساوي مقدار ثابت. التطبيق رقم واحد من تطبيقات نموذج بور على ذرة الهيدروجين. نعم. ولو جابوا ولو جابوا ما حدش حيقول له ايش بيساوي. اها. ايضا الاستنتاج اللي وراء، مستخدما فرضية بور الرابعة وعلاقة دي برولي لطول الموجة المرافقة اثبت ان محيط مدار الإلكترون يساوي عدد صحيح من الأطوال الموجية. أربع مرات على مدار العشر سنوات اللي فاتت تكرر السؤال. يا سلام. جميل. لابد أني أنا أتابع، وهذا كله سطرين في صفحة 156 في الكتاب. جميل. أيضا معامل الحد الذاتي في حالة ملفين، هذا سؤال 12 صفحة 129 اللي وراء. معامل الحث للملف يمثل النسبة بين القوة الدافعة الحثية المتولدة ومعدل النمو التيار في بالنسبة للزمن. هذا سؤال رقم 6 صفحة 125. نعم، وهذا حله طبعا. وهي حله. نعم. وإن شاء الله نحاول نحط لكم حلول المادة اللي بنحكي فيها لتكون بين أيديكم إن شاء الله. ننتقل إلى المسائل. في البداية. نعم. المسائل هذه مهمة. التمارين. نعم. في تمرين رقم واحد اللي موجود في 33. تمارين أستاذ سامر. نعم تفضل. بدي أناقش الآن قبل ما أبدأ بالمسائل. عدد درجات المسائل. في الامتحان النهائي للفيزياء 60 إلى 66 مع الاستنتاج. وحنفصلها بشكل عشان يقتنع الطالب. نعم. السؤال الأول، لو كان في أربعة فقط في المسائل الصغيرة واحد ونص هي 6 درجات. نعم. سؤال اثنين 15 أو 17 درجة. وسؤال 3 17. وسؤال 4 17. نعم. وعشرة من السؤال الخامس حسبتن حتطلع عند 66 درجة. 67 درجة بالضبط. نعم. إذا لابد إني أكون ملم بالأسئلة. أنا طبعا حاولت إني أجمع مجموعة من الأسئلة في الوحدة الأولى، اللي حابب يتبع معايا بعض أرقام لمسائل بحيث إنه هو يشتغل عليها أنا جاهز. برضو جميل. نعطيكم فرصة إنه أحضر قلمه. نعم. وإحنا حنذكر بعض الأسئلة أرقامها وححاول أفرجيكم حلول، وأنا حالل جزء كبير منها كباوربوينت إن شاء الله. طبعا في البداية الفصل الأول بهمني فيه مثال اثنين، بحكي عن الوحدة الأولى. نعم. الوحدة الأولى بهمني فيها مثال اثنين ومثال خمسة ومثال ست. بالنسبة للأسئلة سين اثنين. نعم. وسين خمسة تبع قذف زمن تحليق التحليق بالإضافة لسبعة وثمانية. نعم. هاي الفصل الأول. الفصل الثاني نصيحتي اقرأ الأمثلة واحد واثنين وثلاثة. نعم. بالإضافة لذلك في صفحة 26 28 في عندي مثال ستة ومثال خمسة. نعم. وحلول انهانا وحنشوف مع بعض ان شاء الله. صفحة 32 33. بالنسبة لسؤال الرصاصة انا حالي المسألتين تبعت الرصاصة. نعم. وحنحكي فيهن ان شاء الله. هذا واحد. وفي اللي ورا منه الثاني
مش حاطه هنا مش مشكلة. نعم. هذا واحد. وفي للرصاصة. لا هذه. السؤال تاني خلي في الرصاصة إحنا سامر. في الرصاصة. نعم. هذا سؤال 7 في الكتاب. وسؤال 10 كمان بالإضافة ل 9 و8 يعني الطالب لازم يدرس 5 و7 و8 و9 و10 من أسئلة الوحدة. أنا كفيل وربنا يقدركم لو كنت أنت لميت بحل هذه الأسئلة كل أسئلة الوحدة الأولى اللي في كتابي بكون أنا قادر أني أتعامل معها. جميل. هذه واحدة. رقم 2 الوحدة الثانية. نعم. الوحدة الثانية فيها مثال 4 ومثال 6 ومثال 7. نعم. صفحة 48 و6 صفحة 45. نعم. في صفحة 50 بدي 3 أسئلة. أنت فوجئت إن أنا قاعد بقلب في رأسي. ما شاء الله عليك صلاة النبي عليك. بدي من صفحة 50 سؤالين. السؤالين اللي موجودات سؤال 9 و7. لو انتقلنا لي صفحة 54. نعم. في عندي مثال تبع ينقرأ مثال 3 مثال 4 مثال 3 صفحة 54 مثال 5 صفحة 56. نعم. 6 صفحة 62. مثال 8 أمثلة محلولة حاول تقرأها. نعم. نعم. كيف محلولة وأكيد أنت خلال العام الدراسي قريتها أكثر من مرة. أكيد. النقطة الثانية بدناش نقول بعبع الأسئلة كلها خارجية. الفيزياء أسئلتها من الكتاب. الفيزياء أسئلتها من الكتاب. السؤال الوحيد اللي بيجي أو الأسئلة الخارجية اللي ممكن تكون لا تتعدى 10 درجات. نعم. الزيطة والزنبليطة اللي عملوها في الرياضيات نقلوا السؤال من اختيار من متعدد حطوه وكان سؤال امتحان سابق. بالضبط كمان يعني مش قصة كبيرة في الموضوع. نعم. ولكن الطالب أكيد بده يكون ملم بالماد وعارف يعني سواء أجاله صح. من اختيار متعدد أو سؤال مباشر أو سؤال علل. نعم. الآن بالنسبة للأسئلة بدي فقط سؤال 9 صفحة 68 وسؤال 10 أيضا في صفحة 71. نعم. انزل من فوق خد 7 و9 و10 هذا الوحدتين. هذا الكتاب كله أستاذ أبو فادي. لا أنا بقدرش أقول أقرأ 10 أسئلة وأولام أنا وإنت. بالضبط. لا كل شيء إحنا عنا مطلوب أكيد في الكتاب. أنا الكتاب المدرسي عنواني الأساسي. أكيد. أنا من الناس اللي بتزعق وبتقول أن الكتاب المدرسي هو الأساس. خلينا نشوف كيف مثال الرصاصة تبع الرصاصة نشوف أستاذ سامر الرصاصة مخرجنا على الهواء. نعم. في الشكل المجاور أطلقت رصاصة كتلتها 20 جرام على قطعة خشبية كتلتها 1980 معلقة بخيط فاستقرت الرصاصة بالقطعة وتحركتا معا كما بالشكل. احسب سرعة الرصاصة والقطعة بعد التصادم. 2 سرعة الرصاصة قبل التصادم. طبعا الرسمة اللي قدامك هاي في الكتاب هو القانون باستخدام قانون بقاء الطاقة الميكانيكية هو نفسه يعني هذا تكملة السؤال. لا نعم. باستخدام قانون نعم باستخدام قانون بقاء الطاقة بقول الطاقة الميكانيكية في المكان ألف اللي تحت نعم بيساوي باء. كويس. يعني طاقة وضع باء بعد ما طلع لفوق الخيط هي طاقة وضع
طاقة الحركة اللي كانت في ألف. ومنها بقدر أقول إنه العين تربيع 2 جيم فاء بعد ما شلت الكاف وكاف. وبالتالي العين طلعت 4 متر. يعني الرصاصة بعد ما دخلت في قطعة الخشب خلت سرعتها 4 متر. نعم. بعد ذلك سيجما كت قبل بيساوي سيجما كت بعد. ومن هنا بقدر أقول إنه العين اللي طلعت فيها الرصاصة واخترقت قطعة الخشب 200 متر. السؤال هذا أجى مرتين في الامتحان. حله مباشر. حله مباشر بس بده الطالب يركز في الحل مش أكثر. في إيش ممكن يخطأ الطالب هنا في الحل؟ أخطأ الطالب هنا في شغلتين. إنه لقى صعوبة في الطاقة الميكانيكية لأنه هاي جاييتها من صف 11 بس. نعم. المدرسين علموهم إياها ومش أكثر، أو قالوا له بالأول حط العين، العين تساوي جذر 2 جيم فا، وفر عليه. وإذا الطالب راحت منه عين تساوي 2 جيم فا، إذا طلع السؤال كله غلط. صحيح. هي هذه. يعني هلا لما اشوف مثلا الرصاصه بعرف انه مباشر يبدا بعوض بالقانون هذا. ولو اجت الرصاصه اللي في مثال 10. نعم. بدي احسب اول حاجه الزمن. من 2 ف ص ف س على 2 ف ص على ج. حجيب منها الزمن، المسافه على الزمن بيعطيني السرعه. نعم. وبعدها سيجما كت قبل بيساوي سيجما كت بعد. انا بدي اتكلم عن شغله ثانيه. تفضل. في صفحه 28 رقم 36. نعم. تفضل. كره كتلتها 4 كيلو جرام تسير بسرعه مقدارها 2 متر باتجاه محور السينات الموجب. نعم. اصطدمت بكرة أخرى كتلتها 6 كيلو جرام تسير بسرعة مقدارها 4. الآن الرسمة واضحة قدامي. جيب لنا الرسمة يا سامر، كبر عليها شوية وبعدين بنرجع للسؤال. لا هم عارفينها الرسمة. نعم. على أساس الكرة الحمراء. نعم. ماشية في اتجاه السينات، الكرة الصفراء طالعة لفوق. الآن لما اتحدن مع بعض. نعم. مشين مع بعض، ما مشينش لا في الشمال لا لاعلى ولا الى اليمين. انا بدي اسال سؤال استاذ ابو فادي، استاذ هشام سالم، الرسمه بتكون الطالب يرسمها ولا بتيجي مرسومه؟ مرسومه. اها كمان بتريح الطالب. بتريح. نعم. هذه الرسمه جاهزه في الكتاب، هي غلبتنا اول سنه مش مرسومه، وثاني سنه مش مرسومه، وثالث سنه بنرسمها بنريحها. نعم. وفي الاخر اخر طبعه طلعت مرسومه من طبعتين بس. نعم. انا لاني وكبتها من البدايه. أها. أها. الان حلل كاف واحد وكاف اثنين، مركبه سينيه ومركبه صدريه، وسيجما كت قبل وسيجما كت بعد. السؤال اللي ايضا لو عندي جسم منفجر. تبعوني في سؤال آخر بس. نعم. البوربوينت من جايبيته مش مشكلة، بدي أحاول أشرحه لكم. نعم. على السريع. نعم. سؤال 8. نعم ممكن نشوفه أستاذ على الهواء. أستاذ نعم سامر، خذنا يا مباشر كمان شوي زوم. واضح خليك سائر. نعم. يسير جسم كتلته 20 كيلو جرام بسرعة 200 متر. بسرعة 200 متر. نعم. نعم يا سامر. كويس. خلاص واضحة. واضحة. أنا بدي أحكي منه على السريع. تفضل. الجسم هذا أبو الجسم الأولاني اللي عندي هين بسرعة 200. نعم. وهو ماشي انفجر إلى 3 أجزاء. جزء راح للشمال. نعم. 10 كيلو جرام لأعلى. نعم. نعم. بسرعة 10 كيلو جرام لأعلى. لأعلى 10 كيلو جرام سرعة 100 لأعلى. الثاني 4 كيلو جرام بسرعة 500 نحو اليسار.
بالإضافة لذلك الجزء الثالث وين أحطه؟ أنا بقول الاثنين لهم محصلة، محصلة الاثنين هدول اقلبهم لتحت بتطلع الجزء الثالث. نعم جميل، تمام. حلل الجزء الثالث، وبعد تحليل الجزء الثالث تستطيع. نعم نشوف على اللوح، خلينا نشوف اللوح يا ريت، يعني بدناش نغلب الطالب عشان الصورة مش واخدينها قبل هيك. نشوف على اللوح أستاذ سائر. هذا الكاف 20 كيلو جرام، نعم، ماشي بسرعة عين واحد عين 200 متر لكل ثانية، انفجر إلى كاف 1/10 بعين 100 متر لكل ثانية، كاف 2/4 وعين 2/500 متر لكل ثانية. أنا بقول الاثنين هدول لهم محصلة هون. نعم. إذا عشان يصير عندي اتزان لابد أن يكون الثالث في هذا المكان. وعلى هذا الأساس بيطلع الثالث هين. نعم. هي كاف 3/3 ويتحرك بزاوية ثيتا. كاف 3 كيف بدي أجيبها؟ كاف ناقص مجموع الاثنين اللي عندي. على هذا الأساس كاف ناقص كاف 1 ناقص كاف 2 هي 20 ناقص 5/10 زائد 4 بيطلع 6 كيلو جرام. نعم طلع 6. هذه حللها إلى كاف 3/3 جتا الزاوية، وهنا كاف 3/3 جيب الزاوية. نعم. وكل الطلاب بتعاملوا معايا الآن وفاهمين إيش اللي لما نقول سيجما كت سين قبل. نعم. تساوي سيجما كت سين بعد. وبعدها سيجما كت صاد قبل. سيجما كت صاد بعد. وعلى هذا الأساس بقدر يكون معادلتين، بقسم المعادلة اللي فيها الجيب على معادلة الجتا ويوجد ظل الزاوية والزاوية. في مطلوب تاني للسؤال، الطاقة الحركية الناتجة. الطاقة الحركية الناتجة بدي أخذ كطاقة الأول والثاني والثالث فقط لا غير. نعم ماشي. من هنا بنقدر ننتقل، واضح للطلاب يعني، جزء آخر. نعم جميل، لأنه هذا من الأسئلة المهمة واللي لقيته خلال امتحانات تجريبية بالضفة الغربية في الفترة الحالية موجود كذا مرة. نعم طيب، النقطة الثانية اللي نتكلم فيها أسئلة الوحدة الثانية. نعم. في أسئلة الوحدة الثانية ناخد كمان شريحة إيش عشان نطلع معها الهواء؟ شريحة رقم 38. نعم. هذا سؤال من الكتاب، سؤال رقم 9 صفحة 71. السؤال هذا بيقول معتمدا على البيانات المتبقية أو المثبتة على عناصر الدائرة وبإهمال المقاومة الداخلية للبطاريات، أول حاجة هات جيم سين صاد والدرة مفتوحة والمفتاح حا مفتوح. لما يكون المفتاح حا مفتوح نستبعد الجزء الأيمن من الدرة. كويس. عند استبعادنا للجزء الأول من الدرة حيكون عندي دارة فيها بطارية 16 فولت وبطارية 4 فولت. نعم. وخلالها مقاومات الجزء الأيسر فقط. نعم. عشان أقدر أجيب جيم سين صاد لابد من حل.
الضرر وحساب قيمة تا. عشان أحسب قيمة تا بقول تا تساوي صمش القاف الدال على صمش الميم. نعم. ومن هين بقدر أقول مدام موجب وموجب راعوا معاي. نعم. موجب وموجب. الكبير بعطي الصغير. إذا التيار بده يطلع من 16. أها. 16 ناقص الأربعة بضل 12. المقاومات مقاومات موجودة اجمعها كما هي، وبالتالي 2 زائد 2 زائد 4. وفي تمام. الآخر طلع معايا التا تساوي 12 على 8 1.5 أمبير. نعم. انزل من سين على صاد عدل ايش حيلاقينا؟ قطب موجب وبعدين مقاومة جيم سين زائد مجموع التغيرات يساوي جيم الصاد. جيم سين ناقص 16 زائد 1.5 × 4 بيساوي جيم الصاد. إذا جيم سين ناقص جيم صاد حتساوي 16 قلها على الطرف الثاني بصير موجب ناقص 6، وبالتالي جيم سين صاد طلع عندي 10 فولت. نعم. طيب الآن لما المطلوب الثاني بده قراءة الأميتر إيه بعد غلق المفتاح، إيش حعمل؟ حقول الدارة مغلقة وآجي أحلها عن طريق قوانين كيرتشوف. ناخد بالنا قوانين كيرتشوف كل امتحاناتنا من 2007 لليوم سنة وحيدة ما أجاش فيها كيرتشوف. أنا ما أقولش إنه ممكن ألاقيه ممكن ما ألاقيهوش، بس أسئلة كيرتشوف في كل امتحان فيزياء موجودة. نعم. على هذا الأساس. طيب ليش اختار كيرتشوف يعني بالتحديد؟ كيرتشوف يعالج الدارات المعقدة. الشيء دارة معقدة. نعم. دارة تحتوي على نقطة يدخلها التيار أكثر من مرة. نعم. وبالتالي يعني في عند النقطة سين فوق تبع لو تبعنا. نعم. نرجع للسؤال. نعم. النقطة سين داخل فيها داخلها تيارين وخارج منها تيار. نعم. صح ولا لا؟ بعدين لو أخذت أي دارة أو أي حلقة أو أي لوب حيكون في تيارين، يعني خذ من سين على صاد وارجع على اليمين لسين، إذا هنا في تيار وهنا في تيار. نعم. والصاد نفس القصة. إذا وجود تيارين في دائرة في دار في داخل الحلقة الواحدة هاي ما قدرتش قانون أوم يحلها. حلها كيرشوف يعني دائرة معقدة يخش كيرشوف مباشرة. كيرشوف على طول. بالضبط. وطبعا أكيد طلبتنا عارفين إذا وأنا ماشي لقيت قطب سالب من بطارية أخذ القوة الدافعة بالموجب. نعم. لقيت قطب موجب أخذها بالسالب. اثنين وأنا ماشي إذا كان التيار ماشي معاي داخل المقاومة بقى لازم أحسب ناقص تيار في مقاومة. وإذا لقيت التيار ماشي عكسي لابد أن يكون التيار ماشي مع في هذه الحالة تا في ميم. نعم. هذه كل اعتبارات الطالب مدركة وبدرسها. نعم. المرة الجزء الثاني من السؤال بدي أحله على قوانين. نعم. كيرشوف. نرجع للمثال ولا خلاص؟ المثال واضح يعني. واضح. نعم. لو دخلنا على الشريحة اللي وراء. هذا سؤال 7 في الكتاب. سؤال 7 في الكتاب وأجا مرتين أو ثلاثة في الامتحان. نعم. الكتاب الامتحان اللي فات والسؤال اللي منه قبل أجا بيجي 3-4 مرات كمان يعني. تغير أرقام. تغير الأرقام يعني بدل ما يحط يقول بدي التيار تحت النقطة ب مثلا على المثال هذا، بدل ما يجيبها أنا ممكن أحطها قبل الدارة. تفضل. يغير هذا السؤال هي ثلاثة تيار ثلاثة داخل لتيارين. إذا تا واحد زائد تا اثنين بيساوي ثلاثة، هي معادلة. معادلة مباشرة. المعادلة، المعادلة الثانية ابدأ من هذه النقطة ولف لفتك كامل من وين داخل التيار، لف لفتك كامل وارجع. هذه دارة حسب قانون كيرشوف حطلع منها معادلة كمان. حل المعادلتين بنحل السؤال.
نعم. يعني أسئلة نراعي كمان قصة سؤال رقم 10. سؤال رقم 10 يا ريت خذ لي معك. نعم نشوف سؤال رقم 10 استاذ سامر. صلت على سائر رقم 10 سؤال رقم 3. سؤال رقم 3 اللي معايا هنا. نعم نشوف يا سائر مع الاستاذ. سؤال هذا كمان زوم كمان. السؤال هذا في الكتاب موجود وتكرر وغيروا أرقامه. تمام؟ على نعم. هذا الأساس لو مرة بقول لي بدي جيم سين صاد مرة هذا بلزمني السؤال إن أتعامل بالأرقام اللي موجودة والاتجاهات تبعت التيار. نعم. يعني الطالب يجب أن يكون ملماً بدراسته لجميع الأسئلة. نعم تفضل. في سؤال رقم 3 إيش أهمية السؤال هذا؟ أهمية السؤال هذا يتكرر في الامتحانات. كويس؟ وبيعالج شغلتين. طب للبستمعوا أنه ممكن نشرحه بشكل سريع؟ على اللي بيشتغلوا معايا. نعم أو بستمعونا. في سؤال رقم 10 في الكتاب صفحة 71. نعم. يقول في الدارة الكهربية المقابلة بالرسم إذا كانت قراءة أميتر A اللي موجود في الدارة من تحت بساوي 1 أمبير هاد جيم سين صاد أو جيم سين. نعم. عشان أجيب جيم سين وبحكي للجميع دور على نقطة متصلة بالأرض. جهد الأرض رغم الشحنة الكبيرة جدا يساوي صفر. اثنين ابدأ من سين انزل لتحت عندي بطارية مقاومة داخلية 1:1 وبالموجب ناقص 10 + 2:1 بيساوي 0 وبالتالي الجهد طلع 7 فولت. نعم. بعدين الجزء الثاني خد دائرة وخد دائرة ثانية حسب كيرشوف نستطيع حل السؤال. تمام. طيب ايضا في سؤال رقم 11 صفحة 68. نعم. برجع وبقول أعلى قراءة في الرسم البياني هي القوة الدافعة. اثنين أعلى قراءة في الضارة هي في الرسم البياني هي. نعم. وهتطلع معايا 18 فولت. تحت الصورة لتحت. نعم. 18 فولت. القراءة الثانية هي جيم. 12 فولت من هان التيار. نعم. أو الهبوط في الجهد 18 ناقص 6 ناقص 12 بطلع 6. نعم. مقاومة داخلية 2 إذا التيار يساوي 2 أمبير. 3 أمبير. نعم. خلص هذا سؤال شافوه تعقدوا منه. كلام أفضل بسيط جدا جدا جدا. الآن بدنا ننتقل برضو احنا بدنا نراعي انه الطالب يعني احيانا ما بيكونش مدرك لكل شيء بحتار يعني بحاجه انه تكون اسئلته واضحه ومباشره لابد انه نعم. يركز على الكتاب الوزاري بالضبط. طيب احنا عشان ما يكونناش الوقت تفضل بالنسبه للفصل الثالث وحده كبيره هي كمان الوحده الثالثه وحده كبيره نعم نركز عليها نركز عليها ونكون قادرين مثلا نعم الفصل الاولاني الأول تبع المجال بدي منه مثال 2 و4 الأسئلة 5 6 7 8 12. نعم أعيد مرة تانية 5 6 7
8 12 وكلها اجت في الامتحانات. ممكن وما نقولش انه اجى بجيش. نعم. ممكن يتكرر نعم. السؤال حسب تجربتنا. بالضبط. بالنسبة للفصل الثاني الأمثلة اللي بدي إياها 3 و4 و5 الأسئلة 6 7 8 9 نعم. صفحة 106 106 نعم. الفصل الثالث بدي منه سؤال رقم 6 مثال 4 نعم. مثال 4 بدي مثال 7 اخذ بالي منه كويس العام الماضي في الامتحان واللي قبله في الامتحان واللي قبله في الامتحان وممكن يكون معي ممكن ان شاء الله السنه بجيهم بنريحهم مثال نعم 8 8 و9 و10 امثله محلوله في كتابك اقراها يا اخي بس بديش اقول دور على حلها اقراها اكيد موجود حلها في الكتاب هذه واحده نعم. اثنين لو طلعنا على صفحة 125 بدي سؤال 7 و8 ممكن نرجع للكتاب لو كانت كذاك نعم نعم افتح لي صفحة 129 جميع الأسئلة اللي فيها مر عليها هذه لو فتحت أي امتحان أنت سابق هتلاقي أسئلة على شاكلتها وأنا إن شاء الله أنا منزل حلول جميع أسئلة الصفحة ممكن يوم الجمعة بعد الظهر إن شاء الله حصريا حصريا هي موجودة في الكتاب الأمثلة حالهم الحل أمثلة الكتاب موجودة بس الحلول. الأسئلة مش موجود حلها احنا تبرع منا نعم. عبر قناة أمواج حياك الله أستاذ لكم إياها في الرابط الخاص بالحلقة أو الرابط إن شاء الله عبر صفحتنا صفحتكم على الفيسبوك إن شاء الله الوحدة الأخيرة شباب 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 اللي دائما بسرعة الصاروخ بتطلع عليها ديروا بالكم من ما نعم. يلي بالترتيب وركزوا معي عشان ما نظلمش أنفسنا ولا نظلم حدا نعم الفصل الأول بدي مثال 3 صفحة 134 نعم مثال 5 و6 8 رغم انه اجى العام الماضي بس اقروه نعم 12 و15 و13 بالنسبة للأسئلة بدي سؤال 12 15 19 20 هذا من الفصل الأول الفصل الثاني بدي فيه مثال 3 إقراء قراية وسؤال 4 في أسئلة الفصل فقط نعم الفصل الأخير اقرا لي الأمثلة اللي موجودة مثال 5 بده قراية لأنه تكرر بتغيير أرقام مع تطبيق الأمثلة 1 و2 نعم الخمس أمثلة اللي في الفصل الثالث اقراهن وشوف ايش بدي أسئلة منك بدي منك فقط في صفحة 200 سؤال رقم 5 6 7 8 9 نعم اقراهم ويخلف عليك وهدول حتلاقي حلهم ان شاء الله في الرابط الخاص بالحل برضو يحله كمان ويقارن بين المحل نعم هذا الكلام المجمل للكتاب وثق تماما لو اجى سؤال خارجي في مادة الفيزياء في اي امتحان كان نعم حيكون
على فكرة بسيطة جدا ويحل بقوانين الكتاب، بدناش نخلق له قوانين جديدة. نعم. هذه واحدة. اثنين، ناخذ لنا مثال أو اثنين. نعم يا ريت. شريحة 41. 41. نعم. ملفان دائريان متحدان في المركز. تفضل. ومتعامدان، نصف قطر كل منهما 10 سنتيمتر. يسري فيهما تياران متساويان، مقدار كل منهما 5 على باي أمبير. احسب مقدار شدة المجال المغناطيسي عند مركزهما المشترك إذا كان عدد لفات كل منهما 100 لفة. هالوقت كل ملف من الاثنين. نعم. كويس؟ نفس عدد اللفات ونفس التيار ونفس نصف القطر. طب هنا الطالب لما يقرأ السؤال يركز بدرجة أولى على 1 2 3 4 على النقاط اللي أنت بدك تذكرها الآن. على 1 عشان يبدأ يحل. هالوقت بدي أقول ناق. نعم. قديش 10 سنتي؟ إذا لابد من تحويلها إلى متر. نعم. بنقول 10 × 10^2. هاي واحد. اثنين، التاء تساوي 5 على باي. ثلاثة، النون بيساوي 100 لفة. اها، اللفات، عدد اللفات. إذا أول خطوة الآن تجيب غين لكل ملف. لو اعتبرت الأولاني الأفقي والثاني رأسي، إذا غين الأفقي بتساوي غين الرأسي في الغين كغين. غين بحسبه من وين؟ من قانون ميو صفر تاء نون على 2 نق. نعم. هنعوض عن النق بقيمتها وعن التاء وعن النون، بستطيع اني اثبت ان غين الافقي هي نفس غين الراسي. كل منهما تساوي 10^3 تسلا. نعم. الان حسب قاعده امبير اللي لخموا بيها الدنيا، انا سبت لها وسع وحاكي فيها باستفاضه الان ان شاء الله. ماشي. قاعدة أمبير إيش بتقول؟ في حالة الملف الدائري، إذا كان التيار مع عقارب الساعة يكون غين في المركز لأسفل. في المركز لأسفل. لأسفل. وإذا كانت غين مع عقارب الساعة مع العكس. لا، إلى أعلى. نعم. كمان مرة نعيدها. كمان مرة. الآن الملفين اللي عندي هدولا. لو تطلع الطالب في كتابه حيلاقي جزء غامق وجزء فاهي. الفاهي اللي أنا مش شايفه. نعم. يعني جاي هاي الكتاب هيك جاي الملف. نص اللي باين والنص الثاني مش مبين. على هذا الأساس بستطيع إني أقول هايو هيك. إذا طلع لفوق الأفقي في محور صاد الموجب، أنا كاتب حسب اليد اليمنى غين أفقي يعمل في محور صاد الموجب. نعم. طيب الثاني جاي هيك. اذا في محور سين السالب. الاثنين هذول بيساووا بعض ومتعامدين. المحصلة في المنتصف تصنع زاوية 45 درجة. نعم. تمام. هي واضحة. والقانون غين كل اثنين غين جت الزاوية. وعلى هذا الأساس هاي سؤال وتكرر مرتين في الامتحانات. كمان ناخد الشريحة رقم 43. نعم. هذا سؤال الكل بشغل منه، بس بدنا نناقشه مع بعضنا. سلك مستقيم. مستقيم لا نهائي في الطول، يحمل تيارا شدته 30 أمبير. نعم. باتجاه المحور الزين الموجب. وموضوع في مجال مغناطيسي منتظم شدته 10^4. نعم. 10^4. 4 × 10^6 تسلا. باتجاه محور الزينات السينات الموجب. ما مقدار واتجاه شدة المجال المغناطيسي في النقطتين ألف 2 و0 و0 وباء
صفر واثنين وصفر. يعني أنا قاعد بشتغل في الفراغ. لك تفهمني هيك. نعم. واحدة هيك في محور السين والثانية في محور الصاد وهذا المحور الثالث العمودي عليهم. نعم. تمام؟ السلك تبعي في في السلك العمودي. تمام؟ الاثنين هذولا الزين عمودي يعني نقربها أكثر سي إكس وواي وزد. الإكس والواي والزد ثلاث محاور. اثنين على في مستوى واحد. نعم. الثالث بيكون عمودي عليهم. الآن ممكن تغيير التاء اللي موجودة في السلك بدال ما تكون نقطة واحدة نعملها بهذا الشكل. نعم. يعني كان هيك وهيك وهيك وهذا غير مجال. نعم. وهاي التيار 30. حاجة أقول امشي هيك هاي سين وهاي صاد. وهيك غير مجال هذه النقطة ألف وهذه النقطة باء. هنا اثنين وهنا اثنين متر. طيب عشان أجيب الغين اللي جاي من التيار هيجي عند النقطة ألف وعند النقطة باء هو نفس الغين. الغين من سلك ميو صفر تا عتنين باي الفا. نعم. يا ريت نشوفها على الكاميرا. بسرعة سير. نعم. التيار 30 والفا 2 بقدر اجيب الغين. الغين اللي من الف والغين اللي من باء بقدر اجيبهم بعد هيك. تبعني كويس. هنا قلنا شدة المجال عند نقطة بالقرب من سلك طويل مستقيم هي المماس عند تلك النقطة. هيك هاي غين وهيك هاي غين. طيب تعالي عند باء. هذه الباء الباء في عندي هيك غين تيار وعندي هيك غين مجال. اطرح الاثنين من بعض الكبير ناقص الصغير. اثنين عند الالف ايش صار عندي في الالف؟ في الالف صار هاي الالف هي غين مجال وهي غين تيار. الاثنين متعامدين ولا لا؟ متعامدين لانهم زاوية 90 حسب في دروس الجذر التربيعي لغين واحد تربيع زائد غين اثنين تربيع. واجابته واضحه في الكتاب. نشوف المثال يا استاذ سامر. نرجع للمثال مره ثانيه. نعم. المثال يا سامر. نعم هي. هاي المثال ممكن ننزل حل المثال مباشره اليوم على الصفحه بعد ما نطلع من هنا. ان شاء الله. ان شاء الله. هو هذا وفي مثال ثاني. نعم. في مثال ثاني بدي اشتغل عليه بس. 44. مثال 44 يا استاذ سامر. شريحه 44. نعم. هاي طلع معنا. نعم نعم موجود. الشكل المجاور يمثل سلك مستقيم لا نهائي يحمل تيارا شدته 50 امبير. هذا على فكره سؤال رقم 13 صفحة 129. مش محلول طبعاً. لا مش محلول. أنا عشان هيك بنقول بدنا ننزل حله. إن شاء الله. سلك لا نهاية الطول بمر في تيار 50 أمبير باتجاه المحور السين الموجب يقع أسفله سلك على شكل حلقة مستطيلة. نعم. أبعادها 25.9 كتلتها 4.5 جرام. نعم. احسب مقدار واتجاه شدة المجال الذي يجب أن شدة تمام. التيار الذي يجب أن يمر في الحلقة حتى تتعلق. أنت بتشوف سلك معلق وتحتيه علق.
حلقة ومش ساقطة. نعم. شوف التيار اللي موجود في السلكين هو اللي مخليها واقفة في الهواء. كجاذبية ممكن؟ ولا كيف بتسموها انتو؟ قوة التجاذب. وزن لتحت بده يعادل القوة اللي جاية من السلك اللي فوق على الاثنين. فبتضلها معلقة. بتضل معلقة وهو هذا المثال تبعنا. نعم. الحلقة الآن في وزن لتحت. إذا لابد أن يكون في السلك العلوي منها تيار في نفس الاتجاه يرفع يقربها من السلك اللانهائي الطول. ولتحت تيار معاكس بيجعلها بعيدا. ومن الفرق ما بين القوتين قاف واحد على السلك الأول وقاف اثنين على السلك السفلي الفرق ما بينهم يساوي الوزن. تمام. والمجهول مجهول واحد اللي هو قديش التيار اللي عندي. نعم. القوانين عند الطالب واليوم إن شاء الله نحاول نحط لهم حل لهذا السؤال. نعم. أيضا لو انتقلنا في 10 دقائق احنا معنا اقل من 10 دقائق. نعم. بدنا بس نحاول ايش في عندي سؤال شريحة 46 سؤال رقم 19 صفحة 161 في الكتاب. نعم. بروتون طاقة حركته 1 مليون إلكترون فولت. فإذا كان لا يقين في تحديد كمية تحركه يساوي 5%. برجع حدد اللا يقين في تحديد موضوع. نعم. أنا في جماعة في واحد اسمه هايزنبرغ بقول إذا أنت دققت النظر عشان تقدر تنجز حاجتين مرة واحدة. نعم. مهما كانت دقة التركيز والأجهزة بينك وبينهم واحد من القياسين بيطلع 1000000% صح والثاني في جزء من عدم الدقة. كلما زادت الدقة في تحديد الموقع قلت الدقة في تحديد السرعة والعكس صحيح. نعم. طيب أنا عشان أقدر أقيس بروتون وأقول والله كان هان البروتون بشوفوش. نعم. وقتيش بشوفه؟ لما بيسقط عليه ضوء وينعكس. طب الضوء لما سقط عليه الضوء فوتون والفوتون يملك طاقة نتيجة التصادم الضوء فقد جزء من الطاقة أخذها البروتون زادت سرعته. نعم. وأنا شفته إذا عشان أشوفه زودت سرعته. تمام. من هنا هايزنبرغ قال دلتا كت دلتا فا أكبر من أو بيساوي ها على 2 باي. بالسؤال مقدار. نعم. هذا المقدار هذا ها على 2 باي يساوي 1.5% في 10^-34. شوف مدى. نعم. الدقة. نعم. اللي الفيزياء الحديثة بتخلينا نتعامل معها. نعم. يعني في السؤال طلع 9.17% عدم الدقة. نعم. في 10 المسافة في 10^-14. طبعا هذا الكلام بياخدوه ليش؟ علشان يشتغلوا في قصة الخروج إلى الفضاء. إن شاء الله بنخرج. إن شاء الله. القوة الدافعة بشكل. الصواريخ الشغلات كلها هذه من النوع. اثنين أنا حكيت في السؤال هذا عشان أقول في عندي إذا كان لا يقين في تحديد كمية تحركه يساوي 5%. إذا دلتا كت تساوي 5/100 كاف العين. كاف العين من وين بدنا نجيبها؟ من الطاقة الحركية اللي بيملكها البروتون. الطاقة الحركية 1 مليون إلكترون فولت. نعم. إذن عشان أحول من إلكترون فولت إلى جول بضرب في شحنة الإلكترون 1.6 في 10^-19. يعني السؤال سطر بس في أفكار وتحويلات عشان هيك حبيت أحكي فيه. هذه واحدة. اثنين. نعم. معنا 3 دقائق. ماشي 3 دقائق ناخد فيها بس سؤال. تفضل. كويس. بروتون هذا ايش 3 هذا شريحة
موجود عندنا؟ في عندي شريحة، آخر شريحة 49 موجودة. 49 يا سامع. إذا علمت أن اقتران الشغل. نعم. للصوديوم 2.4 إلكترون فولت، ما هو أكبر طول موجي يسبب انبعاث؟ وما هي أقصى طاقة حركية قصوى؟ إذا سقط طول موجته 2000 إنجستروم. أكبر طول موجي يسبب انبعاث لما بتكون طاقة الفوتون هي القادرة على التحرير فقط. بمعنى الفاي تساوي ها دال صفر ها سين على لامدا صفر. إذا جبت لامدا صفر من هان هي أكبر طول موجي يسبب انبعاث. نعم. وطلع وجد مباشر على القانون. بس النقطة الثانية عشان أجيب الطاقة الحركية العظمى بقول طاقة الفوتون تساوي دال اقتران الشغل لسطح الفلز زائد الطاقة الحركية العظمى. هذا فاي زائد طاحة الفاي اللي حسبناها فوق وها دال هي ها في سين على لامدا اللي هي الألفين. نعم. بنمشي فيها وبنجيبها. في النهاية بحب أقول كلمتين. شكر موصول لقناة أمواج الفضائية. الله يسلمك. أتحت لي الفرصة أني ألتقي بطلابي. إن شاء الله دائما يكون في تواصل. على مر سنوات سابقة. نقطة ثانية. التزموا الهدوء. ما حدث من انفعالات وتوترات في الفترة السابقة أملي ألا ينعكس، كل مادة لها طعمها الخاص. نعم. ألا ينعكس ذلك على بقية ما تبقى لكم. عندكم مواد علمية طلبة القسم العلمي. نعم. فيزياء كيمياء أحياء. نضلينا نحكي ونقول لو كذا ولو كذا هذا حيأثر علينا. استعدوا ومعاكم فرصة. انسى الرياضيات بما حملت ايش وراح. نعم. ومش حتقدر لو تضلك زعلان 100 سنة مش حتقدر تغير نتيجة من اللي كتبته انت. اكيد. هذه واحدة. تمنياتي بالتوفيق للجميع واملي كبير ان نصبح على بوطن واحد ان شاء الله. بوطن واحد وكفانا. كلمات يعني كلمات وعبارات. حياك الله استاذ طبعا ابو فادي هشام سالم، نورتنا في هذه الحلقه وما شاء الله عليك يعني كثير جميل وكثير متفاعل وحافظ المنهج يعني زي ما بقولوا بشكل كبير جدا. ونتمنى طبعا هذا يستفيد منه الطالب الفلسطيني. سعداء بوجودك واهلا وسهلا بحضرتك. حابب تحكي شيء اخر؟ لا الحمد لله كفيت اللي عندي. الله يخليك. شكرا لك. لا شكر على وجهك. حياك الله. شكرا استاذ ابو فادي هشام سالم المعروف على مستوى مادة الفيزياء في شمال قطاع غزة وفي قطاع غزة. إلى هنا أعزائي طلبة الثانوية العامة ومستمعينا ومتابعينا في برنامج أنا توجيهي، إن شاء الله استنونا في حلقات قادمة على أمل أن ألقاكم. هذه تحياتي ماهر آدم حميد وثائر الشافعي ونضال حج أحمد ومن الإخراج سامر سالم وكل فريق العمل. دمتم بود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج أنا توجيهي برعاية جامعة فلسطين.